قداسته سراج. أنا أعرفك يا قديس لبنان، ألم تتذكر زيارتي إليك في محبستك في بيتك؟ ولم أتجرأ إلا مناداتك أبونا شربل. ألم تتذكر كم جثوت أمام ضريحك، عفوك، أمام غرفتك ومهدك، حيث أنت ممدد يا قديس الرهبة والصمت، حيث البخور عابق بالقداسة. ألم تتذكر وعودي إليك؟ وهل لي أن أقيمها؟ لكني أخجل من إعادة طلباتي وتكرارها على مسامعك. ترى ما تفسير ارتباطي بك وانجذابي نحوك أيها الغافي وعيناه نور لعيني؟ يا من تغمرني بجفونك بنعمة تواضعك، أليست عيناك سراجا لي؟ سراجك الممتلئ زيتا رغم المياه التي وضعت فيه بقي منورا مضيئا، كأنك تقول لي دوما: الزيت نعمة الله التي تضيء نعمه، تسكن قلوبنا وتبقى صامتة، ولكنها لا تتكلم إلا عنه لا بل منه. وأسمع همسك يطفق، السراج لا يوضع إلا على المنارة ليضيء على الجميع، لأنه شهادة لمحبة يسوع. ألم تتذكر وعودي أمامك؟ يوما بعد يوم، ثانية بعد ثانية، سنة تلو الأخرى، لست قادرا أن أقيمها، لأن معرفتي لها أنها فراغ، لكنك تغمرني برحمة يسوعك وتنتظرني إلى حين عودة الابن الشاطر. في هذا الوقت وليس لي سواه، في هذه الدقيقة وليس دقيقة أخرى، ولن أنتظر مناسبة وموعدا. فمنذ الآن أضع يدي على محراثك، فاعذرها لأنها خشنة مشققة تعبة تجاه المحراث الذي وضعت عليه يديك ونظرت إليه طويلا طويلا، لا بل كان قاسيا متعبا صعبا، لكنه أوصلك إلى مطارح الضياء وأنت تقول: لتكن مشيئتك يا رب. وأنا بدوري بقلب المسكين بكلية الخاطئة أطلب إليك أن تهبني ألمس طرف ثوبك فأنهل منه القداسة والشفاء لجبلة المريضة، فأدخل معك هيكل القداسة وأستحق لقب الجديد.